لأقول فهمي أنني حددت هذا في خطبة الجمعة. قلت طالبوا بالحكمة والموعظة الحسنة وليس بالقضاء والإزعاج الذي حصل وحصلت له مضاعفات فيما سبق. لا، أولا ينبغي أن الخطيب يبين ذلك بشكل هادئ وبشكل موضوعي، هذا من ناحية، ولا حاجة إذا انتعرف والشيطن مثلا. وكذلك لا يأمر أو من قبل يشجع على الإتعافات وعلى الأمور السياسية وعلى الإزعاجات التي نحن نعم في غنى عنها، وإن كان هي بيننا وبين الله لعدها حسنة أو ذات مصلحة، لكنه في ظروفنا الحاضرة هي ليست ذات مصلحة، وقد يؤدي إلى عدم إطلاق سراحهم، لا إلى إطلاق سراحهم. فإذا أراد المخلصون والمؤمنون يعني السير حقيقة في هذا الاتجاه، فينبغي أن يمكنوا يؤدون المطلب وإن كان ملقي في معونه المناسب له. ومعونه المناسب له هو الموضوعية والتجرد وعدم الحماس الزائد وعدم الهتاف الزائد، وأن أوصي بذلك. وكذلك ينبغي التنبيه على أنه الاثنين الثلاثة الباقين، الحمد لله أطلق سراح عدد منهم، لكن هل الاثنين الثلاثة الباقين إذا أطلق سراحهم إلى صبح الجمعة فأنا أوصي بعدم التعرض إلى ذلك إطلاقا وسقط الوجوه، لكن إذا بقى ولا واحد منهم فكلهم يجب عليهم أن يقولوا، وهو وجوب مولوي بالولاية بطبيعة الحال، وأنا أمرت به ولا أسحب رأيي إلا إذا أطلق الثلاثة الباقين الذين هم شيخ خاوس وسيد عقيد وشيخ علي صادق. وأما شباب المؤمنين الله يجزيهم بالخير فأمره وأمرهم إلى الله، نتمناهم، لكنه لا يحتاج إلى حملة من هذا القبيل. إن جماعة المؤمنين سيد عدنان أطلق سراح، أطلق سراح، أنا سمعت بإطلاق سراحي على إطلاق، إذا ثبت ذلك فنعم، أيضا هم هو في قائمة مثلا. أنا سمعت أخيرا أنه أطلق سراحي.